طب حكم العدسة مع الشيخين، حكم ايه؟ العدسة للتدان في البيت أو للخروج، هل يجوز دي أو دي ولا حرام خالص؟ العدسة 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 بتاعت العيون لا بأس. للبيت بس؟ نعم. لا 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 مش للبيت بس، لا بأس ما لم تفتني. بتبقى ليها لون، بتغير لون من العين. ها؟ ليها لون، بتغير ايوه لون العين. اي، لكن انت هل ستبرجين بها الاجانب ام لا؟ ما ينفعش بره البيت. يعني اذا كانت المرأة ستتبرج بها لرجال اجانب تمنع، اذا كانت المرأة تتزين بها لزوجها في وسط النساء لا مانع.